ده كان بيبص لك. وحضرتك شفته ازاي بقى وهو لابس نظاره؟ كان بيبص لك من تحت النظاره انا شايف. وبعدين ايه اللي جابه النادي بدري كده؟ اكيد عضو في النادي. عضو في النادي الساعه 7 الصبح. طب ما احنا كمان جايين بدري. ما احنا جايين عشان ما نشوفش الخلقه دي. هو يوم اسود انا عادي. انت بتبص على ايه؟ هو البص ممنوع ولا ايه؟ ممنوع. من ربنا خلق لنا علينا ليه بقى؟ عشان اخزقهم لك. الله يسامحك. اما انت بيجح صحيح. اتكل على الله بقى احسن لك. تعال هنا رايح فين؟ الله 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 ايه بس يا اخوانا في ايه؟ لا فندي السافي اللي بيجح بيبص للبنت وابوها جنبيها. الله ما يبص يا اخي براحته وانت مالك؟ ما انا ابوها. هو في ايه في ايه؟ الاستاذ فاكرني ببص على بنته وانا ببص على شمالي كده عادي. لا بقى من حقه يبص. انت بتقول ايه؟ من حقه انه يبص، من حق كل مواطن انه يبص، من حق كل مواطن انه يبص. انت هتعمل فيها قانوني؟ العربيه كده ايه اللي خليك تبص كده؟ ببص على العربيه جايه من على شمال والمرايات معموله ليها صايح. يا سعاده البيه هم شباب سافل بيعكسوا في بنات الناس بقله حياة. جيل بايظ. ايه اللي خليك تبص هنا؟ تبارك الله في مكان. لا حلوه صح. هم جيل بايظ وانتوا جيل زباله. يا عم حل عني بقى، انا مش هسيبك. وده ايه ده كمان؟ انت بتقول لها ايه؟ ايه ما قلتلهاش حاجه. ما قلتلهاش حاجه ليه؟ واقف سند ليه على العربيه؟ ما تخش جوه احسن. في ايه؟ واقفين الشارع ليه؟ يا فندي بيبص لبنتي. انت هتسبل. بص لي هنا. نزل ايدك تحت. انت ما تمسكش ايدي. تعالى يا باشا انا شفت واحد فيهم وهو بيبص. واحد من دول؟ يا واحد تاني. قاعد يضرب في الناس الصبح يا باشا. ايوه يا باشا مظبوط وضربني انا كمان يا باشا. بقول لك ايه ده حلو ضربني. انت مفتري عليا في الصاله ما تروحش ضربني انت. انت مالك يا ولاد؟ طب انت مش قاعدين ولا مش قاعدين؟ لا ده الرئيس معاك. هتنزلي معايا يا حبيبه ولا عندك كلاس متاخر؟ لا هنزل معاك طبعا وانا اقدر اسيبك. انا عندي كلاس بدري. حضرتك رايح الشركه ولا رايح البازار؟ لا رايح البازار طبعا. ما انت عارفاني ما احبش اروح الشركه دي خالص، بحس ان انا مخنوق. البازار هو الاصل. ما تنسيش اللي احنا ابتدينا بيه. كبرت يا بيبه. الايام بتعدي بسرعه. انا فاكر وانت لسه بيبي كنت اغير لك واكلك والبسك واشربك واوديك المدرسه. مين اللي بيكلكس لك؟ نعم مين اللي بيكلكس لك؟ مفيش حد بيكلكس لي. انا الكلكس ده بسمعه كل يوم. واحد ام سودا. انت بس المدرسه بتاع الجيران اللي جنبنا. بحسن. هاتي لي بقى الجيران اللي جنبنا اسمها ايه؟ جاك جالابينو. مين؟ جاك جالابينو. ده ممثل؟ دي جبنه. طب اسمعي، في جبنه معفنه تاني بالجبالي برضه. كومبير. ايوه ايوه ايوه. وفي جبنه اللي بتقف في الحلق ده، بتقف في الزور. جريير. ايوه هاتي لي بقى جبنه بناميلي بلا جريير بلا بتاع بلا قلب الدماغ. يا شيخ انا مش هتغدى الا لما تيجي. هتغدينا ايه النهارده؟ هعمل لك تشيكن على جراك ويمانسي دو فو وبيف ستراجانوف. استني بقى قوليهم تاني بقى كده. تشيكن على جراك. ايوه ويمانسي دو فو. وبيف ستراجانوف. بيف ايه؟ ستراجانوف. ده اكله شيوعي؟ والحلو تي المسلوق. بص بقى انت تعمل لنا شويه مسقعه حلوين ورنجتين وشويه بصل في الخل والحلوتين شوكه ناكل ونروح نعمل غسيل معده على طول. يلا استنى. في استنى سيب البتاع دي بقى. انا استني اشوف شغلي. ايوه ايه القمر ده؟ قمر ابويا زي القمر. الله يخرب بيت طعمه اهلك يا شيخ. ايه البت الحلوه دي؟ ده مين اللي امه داعيه عليه اللي هياخدك مني؟ نهاره اسود. نهاره اسود طبعا الا في حاله واحده. ايه لو كان نسخه تبقى الاصل منه.